اكيد مسلم وبيحاول عصا السواد في الغوص، احنا معك وداعمين لك وبارك التوفيق يا شيخ. ولو مقصر انت يا شيخ، مش مقصر. وش معنى ما قالوا حافظ على الصلاه الا انت؟ صار جاء ما حد قال لي نقاط. وش معنى ما قالوا حافظ على الصلاه الا محمد بن احمد؟ ما ادري ليش. هي هذا ابو ايمن، هذا الجمهور بفلوسنا يا عبيد. ماشي معروفي. من هو؟ خالد عبيد. ايه تفضل خالد عبيد. احسب لنا بفلوسنا يا عبيد. ماشي معروف. اكيد بفلوسه، يعني هذا منين جايبين؟ هذا الناقد اللي صار مقدم مش سم؟